خير. احنا جروب 47، انا كريم وسيف وياسر وحازم. احنا فكرنا كتير قوي قبل ما نشوف هنعمل لكم برزنتيشن على ايه. المهم في الاخر قررنا ان احنا نعمل برزنتيشن على حاجه موجوده دايما في حياتنا بنتعامل معاها كل يوم وما نقدرش نعيش من غيرها، وهي الروبوتس. هنتكلم ازاي في الاول الناس جات لهم فكره الروبوتس وكانوا عايشين ازاي من غيرها في الاول، ولما ظهرت في حياتهم ظهرت ازاي، وان الروبوت كانوا بيستعملوها ازاي زمان، وان مره واحده الروبوتس دي بعد ما خلاص اخترعوها كده اتطورت وكانت اسمها اوتوميتنز. بعد كده الروبوتس اثرت في حياتهم ازاي لما اتطورت، وان بما اننا احنا في هندسه الروبوتس ازاي بتاثر في الهندسه وازاي بتشارك فيها، وفي المستقبل الروبوتس هتبقى عامله ازاي. ودلوقتي اسف هيقول لكم ازاي جات لهم فكره الروبوتس واخترعوها. دلوقتي انا حابب اكلمكم على فكره الانفنشن اوف روبوتس. حد عارف فكره الانفنشن اوف روبوتس جت منين؟ بس ودي فرصه بقى اشرح لكم هي جت منين. الانفنشن اوف روبوتس عندنا هي جت من القديم الازل. الانشيت ميثولوجي عندنا كانوا حاولوا يلاقوا طريقه ازاي يلاقوا طريقه ان هي تساعدهم يقوموا بيها بكل الاعمال اللي عندهم. ده ابسط حاجه ازاي تساعدهم في شغلهم، في اي حاجه، في المطبخ مثلا، في اي حاجه. فهم اخترعوا ان يلاقوا اي ميكانيكال، يعني حاولوا يلاقوا اي ميكانيكال سيرفنتس تساعدهم ان هم يعملوا الشغل بتاعهم. فهم عملوا اللي هو ابتدوا في الاول عملوا ايجيبشن موتور كوكس. الايجيبشن موتور كوكس دي كانت فكرتها ان هم الفراعنه اجدادنا يعني كانوا عايزين يلاقوا طريقه ان هم يعني يعملوا ساعه، بس تكون كانت بدائيه شويه، ان هي كانت فكره ان هي كانت نتيجه الساعه مثلا 11 12 او حاجه تريننج بيرل. تمام. وبعد كده كان في برضه كان في الحضاره الاسلاميه كان في مسلم انفنتر كان اسمه الجزاري. الجزاري ده برضه كان يعني كان عالم عبقري جدا، كان مهندس شاطر جدا. هو عمل كذا حاجه، كذا سيرفر زي اللي هي الموتر بيرل. الموتر اللي هي البيكوك ووتر بيرل دي كانت ان هي بتساعدهم ازاي، بتساعدهم في الزراعه وكده. كان في برضه الموتر ويل. الوتر ويل دي اللي هي الساقيه اللي احنا عارفينها دلوقتي، هو كان هو اللي اسسها. في برضه عندنا اللي عمل اللي هي الفلاينج بيرد. الفلاينج بيرد هو كان صاحب الفكره بتاعتها من الاول، بس هو يعني ما عرفش يوصل لحاجه، بس هو كان صاحب الفكره اللي هي ابتدت تنتشر في الحضارات الفلسطينيه وعرفوا يطوروا بقى انها شو بالظبط. هم في الاخر كان زمان ما بيسموش الروبز زي ما احنا بنسميه روبز، كانوا بيسموه اوتوماتيك. بس فكره الروبوتس دي جت عن طريق واحد اسمه كارل جابريك. كارل جابريك ده كان صاحبي وكاتب تشيكي. هو الفكره دي جت له منين؟ ان هو كان في شركه كانت طالباه او مصنع كان طالبينه ان هو يكتب عليهم كلين. الكلين دي كانت عادي، كان الشركه يعني المصنع ده كان بيستخدم بايو تكنولوجي زمان، ان هو يعني عايزين يعملوا يجيب لهم فكره ان هم يعملوا انسان بس من غير روح، يعني اللي هو معنى الروبوتس ده. فهم كانوا ابتدوا يوصلوا لنظريات وافتراضات وقدروا يعملوا حاجه للاساس بتاع الفكره كلها، بس ما كانش عندهم اسم يقدروا يطبقوه. فهم يعني كارل كابيك كان عنده فكره ان هو يسموه رابوتا. رابوتا دي اصلا كانت يعني اسم بتاع الفورس ليبر بس باللغه الانشيكيه. فاخوه ساعده اداله فكره ان هو يسميها بلغه انجلش اللي هي اللي احنا عارفينها، فمن هنا جه اسم الروبوتس. تمام كده؟ دلوقتي بقى بعد مرور السنين وكده ابتدت يعني فكره اللي هي كانت العلماء كانوا عايزين يطوروا فكره الروبوتس عندهم وبتاع، فابتدت عندهم ان هم يلاقوا طرق وسلوك جديده ان هم يطوروا الروبوتس بتاعتهم. بس هم في الاول كان لازم يحطوا حجر الاساس ان هم ازاي بيقدروا يطوروا بس ما يكونش حاجه تنزل الانسان. كان في ساينس فيكشن رايتر كان اسمه ايزاك ازيموف، هو كان كاتب روسي. تمام. هو اخترع او الف يعني ثيروز اوف روبوتكس. ثيروز اوف روبوتكس دي لغايه دلوقتي هي اللي بتستخدم عندما يكون في اي روبوتس بتاعي. اول لون منهم ان هو لازم الروبوت ده ما يكونش غلط ان هو زي انسان، وفي نفس الوقت ما يكونش سبب ان هو يعني يدمر البشريه باي حاجه، يكون غرضه سامي وشريف ان هو يساعد الانسان. تمام كده؟ تاني لون هو المفروض الروبوت اللي معمول ده المفروض يطيع كل اوامر الانسان، بس بشرط ان هو ما يكونش يعني ما يخالفش ان هو اللي هي اللون ان هو ما بيأذيش اي بني ادم، يعني مثلا ما يقدرش يعمل روبوت يستخدمه في الحروب. تمام كده؟ تالت نوع عندنا ان هو المفروض يعني الروبوتس
كامل كمجتمع ان هم البني ادمين يعملوا روبوتس كمجتمع تساعدهم ان هي يحموا بعض. بس هم كان في كذا علماء اختلفوا مع النقطه دي ان هو ممكن الروبوتس بعد ما يطوروها كده تتخطى البشر او تنقلب على البشر، زي ما كان في فيلم اللي هو بتاع اي روبوت ده، طبعا كلكم شفتوه. هو نفس الفكره كانت ان هو مثلا كانوا عاملين روبوتس ايفولوشن والكلام ده فتخطى الانسان، كان سامي ان هو يدمر البشريه. فهم دلوقتي بيحاولوا يحطوا الفكره دي او يغيروا شويه في الرول ده عشان ما يعني الروبوتس ما يتخطاش قدره الانسان، او في نفس الوقت الروبوتس ما يذيش الانسان بعد كده. ودلوقتي زميلي دلوقتي انا هتكلم عن usage of robots in the past. طبعا زي ما احنا قلنا ان هي التيرم روبوت دي ما كانش بيستخدم زمان، بس هما كانوا بيسموه اوتوماتون. طبعا عشان احنا قلنا ان زي نيشن هما كانوا مش لسه اختاروا اسم الروبوت. الاوتوماتون دي كانت يعني اول ناس قدروا يعملوا فيها اختراعات كتير هما الجريكس. الجريكس قدروا يطوروا في الفكره العموميه بتاعت الاوتوماتونز وقدروا يخترعوا حاجات كتير فيها جدا. هو المفروض كان في الانشن جريس كان في عندهم جاد اللي كان اسمه الهيفتس. الهيفتس ده كان هو يعني الفلتر بتاعته، هو اللي قدر يعمل كميه انفنشنز كتير والكلام ده. فهو كان معاه كان يعني هو عمل اول حاجه خالص كان في تو فيميل ستيتس معمولين من الدهب سماهم فولكين. دول كانوا بيروحوا معاه في اي حته وبيساعدوه في اي حاجه، مثلا عايز يحط لهم ميه كانوا بيحطوا ميه. طريقه كانت ميكانيكالز عبيطه شويه في الاول بدايه. فدلوقتي انا كلمكم كان اكتر بعد الجريكس علماء كتير قدروا يعملوا انفنشنز ثانيه مهمه. في اول انفنشن منهم اللي هو التوليس. التوليس ده كان هو المفروض ان هو كان زي يعني حامي معمول كان معمول برضه من جلاس وكده، كان ماسك فيه سيف. فول السيف ده كان بيحميه من ان هو يعني اي حد بيتخطى الباب بتاعه كان يقطع راسه. تمام كده؟ المفروض كان في له اختراع تاني هو اسمه صعب شويه بس اللي هو فيلو بيزنتيوم. فيلو بيزنتيوم ده كان هو يعني اكتر حاجه معروفه دلوقتي بيطبقوها لما يجي يشرحه يعني يفهم مين الروبوت زمان والروبوت دلوقتي. هو ده كان اول هيومن لايك روبوت. هو ده المفروض فكرته ان هو كان بيبقى عباره عن زي واحد ماسك ماك كده ويحط للناس فيه واين زي هيكون الضيوف داخلين الملك او حاجه زي كده. برضه الجريكس هو برضه عملوا يعني قدروا يطبقوا ان هي زريت الجزائر ان هم عملوا اول ميكانيكال بيرد. ميكانيكال بيرد دي ان هم عملوها ان هي قدرت يعني تبقى اول ميكانيكال بيرد ان هي تعملوه قدروا يخلوها تطير اكتر من 200 متر. وبعد كده برضه خلوا الاجيال اللي بعدين انها تقدروا تعمل طيارات في وقتنا ده. ودلوقتي زميلنا كريم هيتكلم عن احنا دلوقتي عرفنا زي ما ياسر قال ان هم خلاص اخترعوا الاوتوميتنز وبداوا يستعملوها ميكانيكلي شويه. دلوقتي بقى هي ابتدت تتطور اكتر واكتر والناس يعرفوها اكتر. فالراجل اول حاجه عملوا اوتوميتن على شبه الميكانيكال دوك، ان انت بتحط لها جرين هي بتعمل له دايجست وبتبتدي تتحرك جناحاتها. ودي كانت حاجه بسيطه جدا. بعد كده الراجل اللي هو الشيف ايساشيجي تاناكا ده كان راجل ياباني كان عبقري جدا. اخترع تويز كتير قوي ومنها ان هو عمل حاجه بتقدر تشيل الدي كده زي الصينيه وانها تقدمه. وفي نفس الوقت عمل برضو بيعملوا جابانيز كاركترز ودي اللي احنا دلوقتي منها خدنا فكره البرنتر. وبعد كده بعدين اتطورت اكتر فبدات ان الروبوتس يستخدموها الكترونيكلي اكتر. اول حد عمل الموضوع ده كان ويليام جراي وولتر عشان الاوتوميتنز بدات انها ميكانيكلي معقده قوي وبتاخد وقت طويل واستخدامها كان صعب جدا. وكمان ان بتاخد وقت طويل قوي في التصنيع وانها مش فلكسبل كده ومش عارف تتحكم فيها. فهو عملها الكتر شويه. بعد كده ان الروبوتس دي كانت هي بتحس السنس مثلا اي ستيمولاي يتغير فيها وتعمل رياكت عليها، يعني مثلا النور اتغير او اي حاجه فهي بتتحكم فيه. بعد كده جه واحد راجل اسمه جورج ديفول. جورج ديفول ده هو اول واحد اخترع بقى روبوت الكتر. ده كان اخترعه والناس فضلوا كتير قوي مش راضيين يعترفوا بيه ولا يديله كوبي رايتس ليه لحد في 1960 جنرال موتورز اشتروا منه الروبوت اللي هو عامله ده واستخدموه بقى في صناعه العربيات. بعد كده هنتكلم دلوقتي على الايفكت اوف روبوتس في حياتنا وازاي هيكلمنا.
عن تطور الروبوتس في الحضارات القديمة والعصر الحديث. عايز أتكلم بقى عن التأثير بتاع الروبوتس في حياتنا اليومية. روبوتس أو اللايف ستايل دي اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وأول جزء أحب أتكلم عنه اللي هو الـ HRI اللي هو Human Robotic Interaction. ده بيتكلم عن ازاي العلاقة ما بين الروبوتس والإنسان، العلاقة المباشرة. يعني هو بيهتم بال بالعلاقة ما بين الإنسان والروبوتس. يعني مثلا خطوات بسيطة ليها، مثلا الفاكيوم كلينر، روبوتك فاكيوم كلينر وروبوتك اللي هو الروبوتك فاكيوم كلينر دي اللي هي مكنسة بتتحرك من غير الإنسان خالص، تمشي على الأرض وتمسح لوحدها وتدوس. تمام. وطبعا دلوقتي هتكلم عن تاني حاجة السيرجيكال روبوتس، ودي هدفها ان يعني تهتم يعني تفرق عن الجراحة العادية، تهتم بدقة الجراحة أكتر ويعني راحة المريض، يعني الجراحة تبقى أدق وبتهتم براحة المريض وإن هو ما يكونش فيه يعني ما يحسش بألم، بيقلل ألم. ومن أهم إكزامبل أو أول إكزامبل كان بوما 500. دي كانت جهاز اتعمل سنة 1985، ابتدى يشتغل، عمل عملية اسمها برين بايبسي. دي هو ده الجهاز، دي اللي هي جزع الدماغ، جزع الدماغ دي اللي هي برين بايبسي. قبل ما اخش في المانيفيستو الروبوتس، في حته اخيره عايز اتكلم فيها في السيرجيكال روبوتس، هي لغايه دلوقتي مش بتطبق، لان الناس يعني يعني متعودة على الطرق التقليدية وما بتثقش في الآلات لغاية دلوقتي، يعني بتحب يبقى بالراحة هو اللي يعمل العملية. وغير كده في العيب إن هي السيرجيكال روبوتس دي بيكون في بطء عن الجراح، يعني لو حصل أي مشكلة أو حاجة صعب يحطون فيها غير الجراح جنبها. دلوقتي هتكلم عن المانيفاكشرنج اند روبوتس. أول جهاز كان اسمه اليونيميت، ده كان في شركة جنرال موتورز عملته، كان سنة 1960. ده كان بشكل أساسي كان بيعمل يعني كان شغال في الحمل البرودكشن لاينز بتبقى غير لما يكون انسان، دي بتبقى علاقه طبعا كده. هوضح التاثير اهميه الانفكشن روبوتس في العربيات بمثالين. اول واحد الروبوتك فيجن، وده كان سنه 2013. كان في فورد فوكس عملت حاجه اسمها روبوتك ارم، دي كان فيها الروبوتك ارم ويز ايز، دي كان اختراع كده اللي بتبقى ايد روبوت وفيها ليزر وكاميرا، دي بتشتغل زي عين الانسان، فدي
بتبقى كان بيستخدموها مثلا في ان هم يعملوا البربريس والخزان والحاجات دي بتاعت العربيات. فدي بتبقى نقطة أكتر يعني، مثلا لما يكون يعني دي تختلف بقى عن لما يكون الإنسان بيعملها. دي كان في فرق رهيب ما بين مثلا صوت العربية وهي ماشية بسرعة، صوت الهواء مفيش لبس تصفير والكلام ده. فده يعني مثال يعني عن ال. تاني حاجة البرينتينج، هي دي حاجة يعني مستخدمة، مش حاجة جديدة ولا حاجة في ال manufacturing بتاع العربيات. بس دي ميزتها ان هي عملية صعبة، مش يعني زي ما الناس متخيلة ان هي سهلة البرينتينج دي. فدي ميزتها ان هم يعني بيخلوا ال دي يعني يستغنوا عن العمال اللي هم العمالة صعبة، اللي هم يكون في عمالة مميزة، ده بيكون سيفتي أكتر عشان الدهانات الحاجات دي سامة. وغير كده يعني دي بتبقى دي الفول سكيل بتاع اليد اللي هي الروبوتك فيجن. دلوقتي حازم هيتكلم عن الانجينيرنج روبوتس. دلوقتي الانجينيرنج روبوتس دي احنا هنتكلم فيها يعني ايه استعمال الروبوت في الانجينيرنج، وايه يعني الاستعمال ده بالانجينيرنج عشان نحسن الروبوت. تمام. الروبوتكس ده البرانش اللي بيجمع بين ميكانيكال انجينيرنج والالكتريكال انجينيرنج والالكترونيك انجينيرنج والكمبيوتر ساينس. مبدئيا الروبوتكس دي اصلا تكنولوجي بتتعامل مع اوتوميتد ماشينز عشان تسهل على الانسان الفانكشنز اللي هو بيعملها، او مثلا ممكن عشان الانسان مثلا مش دقيق فهي تبقى ادق منه، وممكن مثلا يبقى الورك بليس بتاعه ده يبقى دينجرس فيبقى خطر عليه مش عارف اعمل حاجه. دلوقتي الميشن اوف ورك بتاع الروبوتكس، الروبوتكس اصلا ده روبوتكس انجينير، يعني الشخص اللي بيشتغل فيه ده اسمه روبوتكس انجينير. الروبوتكس انجينير ده لا الروبوتكس ده اذا ركبت من الورك فيه الابلكيشنز بتاعته فيكس كتير جدا، زي المانيفاكتشرنج بتاعت الحاجات الطبيه الاجهزه والعربيات وكده، زي ما زميلي قال. النيتشر بتاعت الروبوتكس انجينير، الروبوتكس انجينير ده الروبوتكس انجينير هو يعني بيشتغل في حاجتين، يا اما ازاي يصمم الروبوت يا اما ازاي يطور الروبوت. تمام. أو صيانة الروبوت بالظبط. هو الروبوتكس انجينير عشان يعمل الروبوت أو يصممه أو يعمل له صيانة وكده، بيستعمل حاجتين، حاجة اسمها CADD اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين دافتنج، يا إما CM اللي هو كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر. دلوقتي عندنا examples of robots بتعمل شغل للانجينيرز يعني عشان تسهل حاجات على الريسيرشز. في حاجة اسمها الويف جلايدر SV3. الويف جلايدر SV3 دي هو ده كان جهاز اتعمل يعني بيزيكلي على جهاز اسمه اللي هو ال SV2 عشان يساعد المارين ريسيرشز يوصلوا لأماكن في البحر المحيط كده، مش ما يعرفوش يوصلوا قبل كده. اللي هو ده الويب بلاجر او الروبوت سويت. الروبوتس كلها تقريبا او اغلبيتها لازم يبقى عندها موفل بودي، يعني ممكن تتحرك في حتت كتير من غير ما حد يحركها. تمام. يبقى عليها مثلا زي يبقى فيها موتورز او ويلز دلوقتي زميلي كريم هتكلم. طيب احنا دلوقتي عرفنا الروبوتس جت منين والناس بيستعملوها ازاي، تعالوا بقى نتخيل الروبوتس في المستقبل هتبقى عامله ازاي. اول حاجه في التليبريزنس روبوتس، دي حاجه المفروض انها هيبقى روبوت
موفبل كده معانا بيتحرك معانا في اي وقت، بيعمل مالتي تاسكينج، بيعمل كل حاجه. ممكن مثلا تبقى قاعد في حته يخليه ينقلك حته تانية في ثواني. يقدر برضه في نفس الوقت التلي بريزنس روبوت ده ان هو تبعته حته وتبقى هو يبين لك كل حاجه فيها كانك قاعد معاهم. وبرضه بعد التلي بريزنس روبوت في حاجه تانية اسمها اوتونومس روبوتس. الاوتونومس روبوتس دي بقى بتبقى عباره عن عربيات زي جوجل كار اللي احنا شايفينها دي. دي خلاص في خلال 3 او 5 سنين هنبقى بنستعملها. دي بتبقى عربيات اللي بيتحكم فيها الروبوت، فدي هتساعدنا جدا في حياتنا لانها هتبقى بتوفر وفي نفس الوقت هتقلل اكيد من الحوادث لان الروبوتس مش بيغلطوا كتير زينا. في الاخر بقى احنا حبينا نقول لكم ان الروبوتس دي حاجه مهمه جدا في حياتنا، وان كل واحد فينا عايز يقول لكم استفاد ايه بقى بالريبورت اللي هو عامله. اول حاجه استفدت منها يعني هي كميه ريسيرش كبيره وفي حاجات كتير ما عرفناش ندخلها. اصلا منها يعني كنت قريت ارتكل عن ازاي الروبوتس ممكن تخش في الحرب وحاجات كده، بس انا حسيت ان هي ملهاش مكان هنا. فيعني في حاجات كتير استفدنا منها قرينا عنها في عشان نعمل الريبورت والبرزنتيشن. انا قدرت استفاد ان انا قدرت اعرف من تيرن الروبوت ده نفسه جات منين، وازاي قدروا يطوروا الروبوتس بشكل واخر، وايه متاثر الروبوتس ابتدى ازاي وكام. وانا استفدت ان هو ازاي الروبوتس بنعملها وازاي بنستعملها في شغلنا في العمل بتاعنا احنا كمهندسين. انا استفدت ان احنا عرفت منين اصلا الترم روبوت دي جت، وان انها جت من المسرحيه التشيكيه زي ما ياسر قال في الاول. في الاخر احنا عايزين نشكركم على الحضور بتاعكم، ولو حد عنده اسئله